السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات واحلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى على الحبيب يا جماعة كده في بداية الفيديو، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد مني. طبعا النهارده الروتين هيبقى صباحي، طالعين بدري بقى كده لان انا عندي امل واحساس ان انا طبعا طلعت امبارح اغدي الطيور بتاعتي، لقيت ارانب ناقصه برضو في عز النهار كده عادي، طلعت العصر لقيت ارنبتين ناقصين برضو، قلبت عليهم الدنيا مش لاقياهم. هقول لكم انا عملت ايه في الارانب الباقي دلوقتي، هم ارنبتين اللي فضلوا. طلع بدري الساعه 8، عندي امل واحساس كده ان انا هلاقي الارانب اللي تايهه ديت، مع اني مكدبه عيني، شفت القطه كانت على السلم بره وقلت اكدب عيني، لا يا بنتي ده ايه تطلعي، كنت لاقيهم طالعين من تحت سلاكه، طالعين من تحت عشه، من جنب عشه، طالعين من هنا من هنا. وللاسف برضو دورت عليهم كتير جدا قبل ما افتح معاكم الكاميرا، للاسف برضو ما لقيتهمش، فيعوض علينا ربنا. وبشكر اي حد دخل لي على الفيديو بتاع امبارح، دعا لي دعوه حلوه كده من قلبه. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ولا تتحرموا مني، احلى اخوات واحلى متابعين. هي فعلا دي الاخوات اللي بجد، اللي بيزعلوا معاكي في زعلك واللي بيفرحوا معاكي بفرح، فيا رب يديمكم نعمه في حياتي وما تحرمش منكم ابدا. طبعا دي حلوياتنا وجاتوهاتنا، اصغر حاجه عندنا على السطح هي ما شاء الله، كنا نطمن عليهم كده. طبعا قدامهم العلف، انا امبارح شلت الفرخه صراحه لقيتها ايه وقفت على رجلها كده شويه، خفت بقى على الكتاكيت صراحه، رحت نزلتها كده في الارض، لقيتها يعني تمام. ما اعرفش بقى اللي كان حصل فيها امبارح، انا مش عارفه السطح بتاعي امبارح كان فيه ايه، فالحمد لله هنسمي بالله بس كده ونفتح على الفراخ بتاعتنا عشان هم بصوا سامعين حسي وقلبين الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بالكم الفرخه، اول فرخه هناك ايه ما شاء الله، اللهم بارك. هما بيجروا جري يحسبوني مجهزه لهم الاكل هناك كالعاده، انا لسه ما حطيتش اكل ليكم، انا لسه ما حطيتش اكل ليكم، اعذرونا بقى. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نخش نشوف هما اللي بقيوا عندنا، ارنبتين كبار والارنبتين اللي سارحين في قلب العشه كده وشكلهم عايزين يتاكلوا التانيين. اهم بدري قوي، انتوا طلعتوا بدري قوي من العشه من المكان بتاعكم، ايه اللي بيطلعكم؟ اهو ده اللي باقي عندنا، وده التاني باقي عندنا، هما الاتنين دول اللي فضلوا عندنا من دول، لان هي كلت امبارح اتنين من دول وواحد لقيته ميت بره تقريبا معرفتش تشده من الوز، دول اللي باقيين اهو. ما شاء الله اللهم بارك. طبعا عندنا هنا برضو في واحد بس مش عارفه بقى ايه بيرضعه ولا لا، بصوا ما بيرضعوش ولا حد سائل فيه خالص، انا امبارح مسكت ارنبه وقعدت ارضعه كده، فمش عارفه بقى ما مش سائلين فيه ليه، مش عارفه مش سائلين فيه ليه. برضه نزلته تاني، او انا لسه حاطاه، بص انا ممكن احطه هنا عشان مثلا تخش ترضع دول تلاقيه وترضعه. برضه الارنبه دي بصوا، الارنبه اللي الكبيره اللي تحرم على اولادها كده، تعرفوا ان بصوا اولادها هيقرفوكي لحد ما انت مثلا يكبروا شويه ويشدوا حيلهم زي دول كده ويبداوا يخرجوا. اه برضو بصوا دول لسه حطاهم وللاسف برضو شايفين لسه طلعوا اهو. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش عارفه بقى ايه المفروض، ان انا ما احطش العمر ده مع العمر ده، بس هما كده كده بيخرجوا من الازازه مش قاعدين فيها، بس هما في ارنبه بتخش ترضع دول، اما التاني دوت مش عارفه ولا ارنبه عايزه تعبره ولا ارنبه عايزه تخش ترضعه. انا اللي مسكت ارنبه امبارح ورضعته اهو، بصوا السلك عمالين ياكلوا في السلك شايفين،
عشان قفلت عليهم امبارح. واكلين الحتة دي خالص. الأرانب مش عايزة اهي. واكلين دي خالص اهي. الأرانب مش عايزة الحبس. طب فين يا ندى الاتنين التانيين؟ الاتنين التانيين مليتش حل ليهم غير هنا. هما دول اللي فضلوا. ما دول الارنبتين اللي فضلوا. يعني انا اصلا كنت حاطه في دماغي كده كده ان انا هطلع لما بيتهم المغرب كده كنت هشيل الاربع ارنبات كده وكنت احطهم في السلاجة هنا. للاسف ما جاش عليهم المغرب اصلا. يعني انا طلعت العصر ما لقيتهم. حطيت دول هنا هسيبهم في السلاجة. انا ما حطيت لهمش ميه لسه. عامله لهم طاجن واحط لهم ميه كده واحط لهم حبه عيش ناشف. طبعا انا طالعه بدري جدا والبرسيم ما بيجيش دلوقتي. يا نهار ابيض. شايفين؟ شايفين الصفار بتاع البيض؟ هما ما بياكلوش البيض دلوقتي يا جماعه للامانه. لاني انا بصوا في بيض بلاقيه بره كده بيبيضوه ويسيبوه. هي دي ممكن تكون فرخه مثلا دخلت بيض والتانيه دخلت بيض. الاثنين بقى كسروا البيض جوه ما تعرفوش الله اعلم. شايفين؟ الله يعوض ربنا. هو الايام دي بص انا عارفه والله لما بيحصل عندي حاجه على السطح والله ربنا بيكرمني بحاجه. لازم يحصل حاجه بس صراحه ما كانتش بتبقى قوي كده يعني. بس اول حاجه هنعملها كده هنحط حبه ميه كده الارنبتين اللي في السلاجه. الفرخه دي اللي كانت تعبانه امبارح ما شاء الله بشرت بالبيض خلاص اهي ما شاء الله. اللهم بارك. يا سايبه البلاستيكيه بتاع الميه. بصي يا عيني عشان كنت مبيتهم من غير ميه كلهم هيموتوا من العطش ازاي. الديك اللي ملوش لازم. ديكنا اللي ملوش لازم. هاتوا بقى بعد اذنكم الشمس هتبدا تطلع اهي. هما طبعا خايفين من امبارح من ساعه ما اتحطوا هنا يا عيني. وهم مش متعودين على كده. هجيب لهم انا عيش ناشف دلوقتي واحطه وادي الميه عندهم وهسيبهم هنا. هو ده الحل الوحيد. بعد كده الارنب عندي اول ما تشد حيلها كده ولا تخرج بره ولا الارنب الكبيره داخله على ولادة هبدا اعزل الارنب بتاعتي الصغيره كده واحطها في قلب السلاجة. اهو جيب لهم بقى حبه عيش بالمره. بص القطه عملت هنا. شايفين القطه وقعت كميه طوبه قد ايه عشان تدخل لهم. كل ده كان بتشوف كده لحد فوق وقعد كل ده عشان تدخل له. جيب لها حبة عيش ناشفين كده الأول للأرنبتين دول عشان ما ننساهمش. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رضيتش اكتر كميه العيش قدامهم لان هم اتنين بس يعني وصغيرين عشان ما ياكلكموش بس بالعيش كده ويجي لهم انتفاخ لان الاكل الكتير برضو للارانب مش كويس. بس انا كان نفسي واحد من الاسود يفضل والله. بس يلا ملناش نصيب فيه ولا رزق فيه. ان شاء الله. اللهم بارك. ربنا يبارك لنا فيه. ربنا يبارك لنا فيه. لا فضلوا قاعدين في الازازه الدنيا تمام هنا كده. تعالى نخش نشوف الحمام. انا حطيت للحمام ميه وحطيت للرميتين وللوز بتاعنا برضو. بسم الله.
شاء الله، اللهم بارك. سامعين صوت السمان؟ والله العظيم ساعات بنساه، ومن صوته ده هو اللي بيفكرني بيه. ما شاء الله، شايفين لسه حاطه لهم الميه. الحمام برضو سبحان الله، تحس ان عندي احساس ان هو عامل زي الوز كده، بيحب الميه الكتير كده في الصيف. ما شاء الله، اللهم بارك. ما شاء الله، البيضه بتاعت السمان فين؟ بره خالص اهي، برضه هنسيبها. انت قلت لي اول بيضه دي ما بيبقاش فيها، بيبقى الكسر ضعيف فيها او ما فيهاش كلوها ومش عارفه. هي واحده يعني، هنعمل بيها. وامبارح ما لقيتش ولا بيضه برضه، قلبت العشه كلها على بيض للسمان، ما لقيتش. تقريبا هي كانت زنقه في بيض كده، وان شاء الله يبقى يقرنا بالبيض كده. انا دي مليتها قش امبارح كده زي ما انتوا شايفين، بس لسه بقى ما فيش حاجه. الزغلول جعان يا عيني، عمال يقول لهم انتوا مش سالين فينا ليه؟ طيب انتوا مش سالين فينا ليه؟ احنا هنا، نحن هنا. بص الفراخ بيقول اطلعي من عندك خلصي عشان احنا جوعنا. حول الله، ده لسه بيشربه، لسه بيشربه. وشايفين يعني شلت الميه من قدامهم، يعني دخلت الطيور الكبيره بالليل، يعني تقريبا على الساعه 11 بالليل. بس فعلا الجو حر بعد كده لما بيتهم، ادام في حر ادخل لهم حتى لو بلاستيكات ميه صغننه كده جوه. كنت هتموتوا من العطش كده. تعالوا بقى نشوف الوزتين. انا مش عارفه الدكر ده، انا عايزه اقول لكم ان هو من امبارح واقف نفس الوقفه دي. الدكر ده من امبارح ما بيجريش على يختي سمله كده، يختي سمله كده، يغري سمله على الريشه مقصوص كده، اللي عايز ينفش نفسه كده. مش لايقه عليك خالص، هي مش لايقه عليك خالص. ما شاء الله، اللهم بارك. بص التاني اهو رايح جاي معاهم عمال ياكل. ده من امبارح، لو تراجعوا فيديو امبارح هتلاقوا برضو كان واقف هنا جنب الجردل هنا بعيد، وما راحش جري على الاكل ولا كل ولا شرب. ده شكله هيتذبح مع السمان. انا اصلا شكلي مش هذبح سمان كتير برضو، لان ما شاء الله الله اكبر. امبارح مسكت كذا واحده كده، كل ما امسك واحده الاقيها انتهت، كل ما امسك واحده الاقيها انتهت. فربنا ايه كريم معانا ان شاء الله، ان تقريبا كده 90% كلهم نتي ان شاء الله، اللهم بارك. والله بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله، اللهم بارك. بسم الله. Thank you.
انا مش عارفه الوز ده ما بيكبرش ليه، انا مش عارفه الوز ده ما بيكبرش ليه، والرميتين وحياه ربنا في السلاكه كنت حاساهم بيكبروا وبيبان عليهم كده من ساعه ما جم العش هنا، وهم بصوا محلك سر وقفوا مكانهم كده. عفوا، وقف نموهم كده، حاسه ان النمو بتاعهم وقف مش عارفه ليه. الوز ياخد معاه. بسم الله عشان سمعت الوز الصغير. وانت لازم تقف لهم على الاكل كده واقفه سد النور والهواء والاشاره اللي وراكي خالص. ايوه اتحركي كده، وعي يا وليدي اعمل ايه؟ طب فيكي طبعا عشان هما كده ايه، الوز برضو بخايف ما هطلع. اللهم بارك. بسم الله. طبعا كده اطمنا على كل حاجه، الرميه برضو ايه ما شاء الله، اللهم بارك، الدنيا تمام عندها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. نقفل عليها، زود لها بس ايه حبه ميه. صديق الرومي عشان عارف ان هي هنا هيتجنن بقى اول ما فتحت العش. طبعا انا هبقى ازود لها علف بس اخر النهارده، لان بص اول ما ركس العلف كلهم هيهجموا هجمه مرتده دلوقتي. دول طبعا عندهم العلف والميه هغيرها بقى اخر النهار اهو. بص برضو الدكر ده، دكر البط الشرشر ده جاي برضو يشرب وياكل اهو. اما التاني شايفين انا كده الحاجة اللي تمنع اكل دي بقى ان شاء الله برضو هطلع اخر النهار، لو ما لقيتوش واكل ولا شارب هذبح. هعمل بقى الخلطة للطيور بتاعتي، مرنخلهم عيش، هقلب عليه ردة واحطه. احنا بدري كده كده لسه ما فيش برسيم جه، فهحط عيش على ردة لحد ما البرسيم يجي. بسم الله الرحمن الرحيم. بس طبعا ذكر البط في واحد هنا، شايفين التاني فين؟ ايوه كده كل وشك. طمنتني يا اخي، الله يطمنها. تعال
نشوف السمان، عشان السمان الوحيد اللي ما فتحتش عليه ولا حطيت ميه ولا حطيت اي حاجه. ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحنا ببيضه واحده، ومن ساعتها خلاص عينك ما تشوف الا النور. قالوا لي والله ادم مش عايزه تصفينا، اصل انا فرحانه بيهم صراحه. فرحانه بيهم، ادم مش عايزه تصفينا وتدبحينا كده وتعملي لهم فيديو السمان. احنا مش هنبيض لك تاني. اغير الميه ديت. امبارح شلت السقايه وحطيت لهم البلاستيكيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. خوف العلوم ده. برضه راح يترفع هناك، انا معرفش هو خايف من حاجه ولا هو مش عارف. انا رايح دماغي كده كده اربحه، مش هسيبه. حتى كان في حد قال لي سيبي دكر واحد، الدكر الشرشر بيكسر. ولا واحد ولا اتنين، انا هذبح الاتنين واريح دماغي. عندنا الدكر اصلا المسكوفي ما شاء الله، شايفين ما شاء الله هناك اهوت، اكيد بيكسر يعني دلوقتي، لان ما شاء الله بصوا باين على وشه قوي. بس كده خلصنا معاكم روتين النهارده. اتمنى الروتين كده كان خفيف على قلبكم وعجبكم ونال رضاكم. لو عجبكم فيديو النهارده وروتين النهارده، يا ريت ما تنسوناش في اللايك الجميل. ولاول مره تشوفوا قناتي، اتمنى تشتركوا فيها وتفعلوا جرس للكل. يا احلى اخوات واحلى متابعين، انتظروني بكره في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.